بالمدرسة بس ولا مبطل؟ يا صف بطلت؟ وين بيتكم؟ ليش بطلت؟ ها؟ انت هم مبطل؟ لا ما مسجل. ما مسجل؟ طلب لي فلوس. شلون؟ طلب لي فلوس. تعال خلي سمعك ايش بيك؟ قلت لك طلبني وبطلت. من 3:30 ب3. اي؟ وجيبها من هنا ماشي. الله يساعدك. يعني انت تقبل ترجع المدرسه اذا رجعوك؟ لو اصلا انت لا انا بدي ارجع. قول والله بدي ارجع. والله العباس عايز اتعلم بس عقب اكبرت هجي. هاي شنو هاي؟ انتم هنا وحدك؟ شنو وحدك جاي؟ منين جاي؟ شلون؟ منو يجيبك؟ لا والله ما يقولون تجون سوية وترجعون سوية. ها والله من هم هذوليك؟ تجي والسيارة سيارة تنزلهم والسيارة تاخذهم. انت مو وياهم؟ تحية طيبة لك زميلي مازن. انه الحديث في محافظة البصرة يعني او في العراق عامة، البصرة على وجه الخصوص، يطول انه تقريبا لاربع ساعات تجولنا في التقاطعات، كانت هنالك صعوبة بالغة جدا بموضوع اجراء اللقاءات مع المتسولين، كانوا من الاطفال، كانوا من المراهقات، كانوا من يعني الاشخاص الكبار في السن. ما هو السبب؟ انه هذه عبارة عن مجاميع او اصناف، اذا ابتدأنا بالصنف الاول هم مجموعة من البسطاء العاملين بتنظيف زجاج السيارات وكذلك ببيع بعض الأدوات البسيطة الخاصة بالسيارات أو بيع الكلينكس. هذا جانب. الجانب الآخر هو موضوعة الجروبات التي يتم إيصالها من خلال سائق وبمركبة خاصة في التقاطعات، يوزعون في التقاطعات منذ الصباح الباكر وحتى موعد غياب الشمس. والبعض هنالك شفتات بهذا العمل الخطر جدا على المجتمع. كيف؟ يعني تقصينا عن الموضوع بعد أن كان محور حديث هذه الحلقة مع جهات أمنية ومع جهات مختصة ومع منظمات مجتمع مدني راقبت وأعدت تقارير سنوية عن هذا الموضوع. هذا الشخص الذي يتسول ويعمل مع جروبات ويتم إيصاله من خلال مركبة الوالد، من خلال مركبة مسؤول العمل، مسؤول الجروب، هذا ماذا سيصبح عندما يكبر؟ ماذا سيصبح؟ فكانت التقارير تشير إلى من كانت أعمارهم 12 إلى 14 عاما عام 2008، في هذا العام هم داخل السجون لأنهم ارتكبوا جرائم. هذا عندما يصل لسن يعني 18 سنة، يصل إلى سن 20 عام، يقوم بارتكاب جرائم لأنه يحاول الحصول على الأموال بطرق غير شرعية، كما يحصل عليها الآن بطرق غير شرعية وهو صغير في السن.